هنعمل دلوقتي بقى ببواقي كيكه الشوكولاته بلاك فورست ترايفل، اللي هو نفس الفكره بتاعه الكيكه البلاك فورست، بس احنا هنعملها ترايفل، ودي بتبقى سهله جدا يا جماعه للناس اللي ما بيعرفوش يزينوا التورته زي ما هي ويقدموها شكلها حلو. فالكاسات دي بتسهل. محتاجين شوكولاته مبشوره، محتاجين بواقي كيك شوكولاته، كريم شانتيه ابيض، ده نفس الكريم شانتيه اللي احنا استخدمناه يا فهمي في الوصفه اللي قبلها، اللي هو عباره عن كريم شانتيه وعليه فانيليا وعليه قشطه وعليه لبن مكثف محلى. وهنا عملت الكريم شانتيه اللي بالشوكولاته، اللي هو بودره كريم شانتيه مع كاكاو خام مع لبن او ميه او كريمه متلجين. اوكي؟ وعندي كريز فريش متقطع انصاص، وعندي سكر وعصير ليمون. اوكي؟ وعندي شويه بقى صوص شوكولاته مثلا للتقديم اذا حبيته، حاجات زي كده يعني، حاجات بسيطه كلها. ماشي؟ وهناخد احنا دول بواقي الكيك. دول انا بص بقى قطعتهم ارفع شويه عشان عندي امل ان انا اعمل طبقتين، طبقين ايه بس؟ طبقتين، طبق اتنين طبقه، طبقتين، اتنين ليفل. اهو عندي امل، استنى بس هحاول اظبطها اهي. بص ازاي؟ كده. اوكي؟ وبعدين اقوم جايبه الكريم شانتيه اللي انت حاطط عينك عليه ده. اجيب الاول شويه كريز، بسم الله الرحمن الرحيم، فريش، لان في منه دلوقتي هعمله صوص، بس انا عايزه شويه اخد فريش الاول وبعدين اعمل الصوص بعدين. اهو بعدين اقوم واخده الكريم شانتيه ده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط طبقه كده اهي وازوق. هاخد بقى شوية كريز هنا عليهم عصير ليمون عليهم شوية سكر مش كتير لأن هو ما شاء الله مستوي ومسكر، وهرفعه على النار واغسل إيدي. وبعدين أقطع جزء تاني من الكيكة وأحط هنا كمان شوية من الشوكولاتة جوه المبشورة دي. ممكن تبقى بقى شوكولاتة خام، تبقى شوكولاتة البار اللي انتوا بتحبوها أيا كان نوعها كده أهو. وبعدين أنضف أطراف الطبق بتاعتي عشان بقية الطبقات تبقى باينة لكل الناس اللي بتحتاس لما الكيكة تبوظ منها. مش هنرميها ومش هنتخانق عليها في البيت ومش اي حاجه خالص، هنستخدمها برضو. نضف بس كده، واخد حته كيك كمان وبرضو هقطعها رفيع على امل ان ايه اعمل اكتر من طبقه. واقوم واخده الصوص ده، طبعا انتوا هتكونوا عملتوه برد، انا قلت بصراحه بلاش اعمل نسخه عشان الناس بتبقى عايزه تشوف الحاجات، بس يعني ايه المفروض طبعا ان انا استخدمه يكون بارد تماما. وبعدين دي بقى اهي احطها كده طبقه تانيه بالطريقه دي كده، ونقدر نسقيها طبعا عصير كريز، نسقيها صوص شوكولاتة، نسقيها مياه غازية براحتكم المتوفر اهو. بعدين اقوم واخدة عليها كريم شانتيه بالشوكولاتة الطبقة التانية اهو اللي انا عملته بالكاكاو، وابتدي بحاول ازق ايه تحت عشان يبقى طبقات واضحة على بعضها اهو. وبعدين اقوم واخدة من الشوكولاتة دي، بسم الله الرحمن الرحيم، ورشة على وش الترايفل، واقوم جايبة الكريز الفريش وابتدي احط على الوش.